بخير. انا دابا غادي للسوق، غادي باش نجيب فروج فاينالي. ماشي زمان هذا وانا كنقول غنشري فروج نشري فروج، اليوم غادي نشري هذا الفروج. هذا ديما شي زرع باش نطحنو، كنطحن الزرع كيجي بحال التيشه وفيه النخاله النيش، وكنخلطو لهم مع البصله وداك الشيء كيموتو عليه. هو تقيل وما عندناش البرويطار، شي مصايب ما جا ما يوصلنا ليه، طاحوا لنا. ما غاديش نصورو في السوق، علاش؟ حيت عندنا فيلاج صغير وسميتو عرفتي الناس ديال البلاد ما مازال ما مولفينش الفلوغات والتصوير وداك الشيء. سو غادي نصور غير الفروج ملي يكون راجع. يسولي مزي؟ خديت هاد الفروج هذا 1400. شي هي ظني بران وردينا وما والو تفرير زواو. شحال غرس غين اسكوت؟ ايه لي درت كواز، لي درت كواز تولد شي شاو هكاك عنده عام راه شاد السرد ما هذا ويا براتر. ها هو الفروج، ها الفروج اش مسطين. كنت كنقلب على الفروج كحال ما لقيتوش. عندي هذا باقي صغير عنده عام، نربطو واحد السيمانه على ما فهمتي. عرفوا بلي ما مريض، ما هو ما مريضش. العرف ديالو مزيان، الطفر ديالو باقيين صغار. حتى نوصل للدار نوريكم كيفاش عرفهم واش كبار ولا لا. المهم ندوا للدار دابا نعزلوه بوحدو، نعطيوه الماكله والماء ونخليوه يقعد واحد 4 ايام ولا 5 ايام بوحدو. شحال من واحد دابا غادي يشوفني هز الفروج بحال هكا غادي يضحك عليا، غادي يقول كدا هزو بحال هز شي كانيش ولا شي حاجه. كيعجبنيش انا هذيك الهزه اللي كيديروهم من الرجلين، كيقلبوهم مساكن كاع داك الدم اللي عندهم في صحتهم كيرجع لهم الدماغ كيدوخ. هنا في الدار دابا هو المعلم في المتكي كيتبرد قبل ما نربطو. ايه خليك ريح، مازال دابا فهمتي مازال ضايق عطشان، ولكن ما نعطيوش شي صعد دابا، خاصو حتى يبرد. والحرارة العافية برا قدو ليه السريفة. السريفة فهمتي بسيطة، كدير ليها بحال هكا مدابزوش. الصباح طلعت لقيت الريش هنا، ما عرفتوش هاديك الدجاجة اللي كانت مقرقة هي اللي كتنقب لخرى، حيت عزلتهم كنقبل اخرى ولا فلاس بيناتهم. مات سرفه بحال هكا صافي، حتى رجليها هي كتسد عليها. دابا نجيبو غادي نربطو ونعطيو الماء، خاصنا شي حاجه ثقيله فاش تربط. شو لحظه واش باش كيدير بحال شي بلغه، نربطو في هادي البلاصه هادي من الله. كنت باغي ندير له شي لعيبه في هاد الثقيبه هادي، ولكن اخويا ما كاينه ثقه فهمتي. شفت حيت هذيك اللعيبه ويمشي يهرب لينا وحنا خاسرين فيه 1400. فاسيليا ما غاداش تخرجي، حماقة على الخروج ديال الكلبة هادي. صافي ندورو عليها هادي هكا مزيانة. ايوا دابا الكرياج، بالنسبة للكرياج ما عرفتش واش ندور عليه، زعما ما يخافش من اللباس. هو يقدر يغلب اللباس، ماشي يغلبو زعما، يقدر يضاد معاه. ولكن النسر غادي يفرعو، عندنا واحد النسر كحال هنايا شي قداه ما صورتش لكم، شي واحد مره كبير بزاف. شو نجيبوه خليك تمايا، نجيبو الفرايريج وشي موس باش نقطعو ليه ديك الكوردة. تحيدات ليه الدوخه صاحبي، تحيدات ليه الدوخه. شنو نديرو رياكشن ديال الدجاجه اللي مقرقه، نشوف شنو غادي دير. ما غاديش نقربو ليها، ولكن نشوفو الرياكشن ديالها. ما خصهاش تشوفو، نحطو هنايا وندير الكاميرا عليها ونشوف الرياكشن ديالها كي غادي دير هي والفلاس. خليك تما نتيا، نشدو شي رياكشن فهمتي، عطينا شي رياكشن زوين. هاشم ما شو ما والو، خلي لا لا هربوا من الفلاس. خافوا منو، ودابا تحطو معاهم غادي يقتلوهم، حيت كاينين الدكورة تما، 4 ديال الدكورة غادي يقتلوهم. فهمتي كي شافتو ها
فين السلال وين فين كيبر يدور هكا صاحبي بارك عليك السلاف ديالو حمر علامه ديال الصحه ما عندوش هنا واحد الحبوب كيكون عنده في الفم الداخل ما عندوش زوين باقي صغير فري نايس الزنطيط ديالو راه مازال ما كبرش دابا مازال ما النمو ديالو ما كملش حيدو ليه بعدا دابا باش مربوط نشوف واش كيعرج ولا لا زوين كيدابس شي تشد ضربات كحله هذا عنده في العرف قال مدابزه بالنسبه للطفر كل ما كان هذا الطفر هذا قصير كل ما كان الفروج صغير فهمتي ملي كتكون عندهم هذيك 4 سنين 5 سنين كيكون عندهم هذا الطفر هذا قد هذا الطفر قد هذا الصبع كامل ماشي قد الطفر داك السوق اللي كنشريت فيه الفلاس الكحل هذا الكروازين هذا كنت عول نشري فروج ولكن ما لقيتش فهمتي لقيت واحد الزواون كحل وفيه البيض وداك الشيء مسيلي ولكن عنده الطفر كبير دابا هذا غادي نربطوا ليه واحد الرجيله بعدا عاد نحيدوا ليه باش مربط باش ما يمشيش يكريط لينا واحد الرجيله ريلاكس شارك انت جيتي عند احسن مربي ديال الدجاج تهلا فيك ما تذبح ما والو نقدر نبيعك ولكن ما نذبحكش فهمتي اللي بغى يشري اخوتي 100 درهم نزيد عليكم شوفوا السيده منو شري شو عشان دير لي الربطه ديال الموت مسكين قادك الدم اللي عنده في رجليه تقطع واش ما كتعرفش ولا شي حاجه وي الي الي فروج اش كيدير شي وقفه ولا مشيتش قلتكم راه الزنطيط مازال ما كملش مازال ما كملش الزنطيط في النوم واش كتنقب نشوف واش كتنقب ولا لا عاجي ارصا ايوا جا صاحبي نديرو بك الثامبنيل باش نحطها في الانستغرام صور هادي نديروها في بداية الفيديو كيبان مزيان نشوف واش يوقف ليها اليدي اوقف ما تخبشناش وقفها صاحبي بعد شوية فيري نايس اجينا طفاك ما غادي نصات سيليا ديرو في الطليلة مسكين لقيتو مربوط في الشمس او هاد السنة نعطيوه الماء دابا يشرف شوف نمشي هنا غينتحر لينا دابا من هنا وهادي دابا نشدوك باش ما طيرناش ليها شوف راك مربوط غادي تهرس لك رجليك بلاش ريلاكس ريلاكس نجينا نبعدو على الحيط شويه غنحاولو نشربو كيما شربنا الفلاس ديك المره شوف ما طيرش تفرع في رجليك سير شوف كيدير سير تشرب لا 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 غير شوف شويه عليك ريلاكس شوفها شي المشهد زوين والله سير نعطوك في الطاسه سيليا نشوف الطاسه هذه مش الطاسه هذه غارقه عاود تدوك اللحمات ديالو كيغرقوا في الماء نشرب زوين الفراش هذه ما كنت كنحملو ما صعيب لكن زوين يعني عليهم واحد اللعيبه في شكل كتحس بيه صاحبك فهمتي الدجاج كنحس بهم بناتي ولكن دابا كنحس بيه صاحبي يلا صافي نجيبوك شويه ديال الشاي خاصني نعلمو حتى هو التصفيق نعلمو التصفيق شو الوقفه شوف مسكين فيه الجوع
نحاول نعطي الماكلة في يدي واش غادي يشد مني. ما تخافش شو راه تنقز من الصور غادي توحل لك رجليك راه فهمتي هضرنا مع قبيله. كل وي 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 كاين قب فيري نايس. نقصروا لي هذه الكرده هذه باش ما يبقاش يطلع فوق الحيط ونخليوه يرتاح دابا ونمشي نمونط هذا الفيديو هذا باش نحطو. قلت لكم غنبقى نحط فيديو كل نهار ولكن البارح ما ساليتش مشيت كندير واحد الفوتو سيشن لولد اختي خرجت نصورو في العشيه وما ساليتش. قربوك الطيله اجينا دابا غادي نجيب داك الزرع اللي ديت الصباح ديت زرع اخر طاحوا لي كتافي ابراطرس تفارضوا شريو لنا شي حمار ولا شي حاجه سلفوني 10 درهم لواحد ونشري حمار. انا دابا رجعت من الطاحونه باش جبنا على الخالي البرويطه بحال هكا في التيران شي شغل الخالة فهمتي دابا هاد القيطه هادي واش راح تصور بها شي حاجه. البرويطه راه هي غادي نديها دابا الخالي ملي غادي نرجع غادي ندير الماكله للدجاج والفروج والفلاس. الفلاس مساكن ما كيبغيوش ياكلوا داك الشعير فهمتي كيجيو مقاص شويه نديرهم النخاله والبصله والثومه ونعجنها لهم بالماء سخون ونعطيها لهم كتعجبهم ماشي كيحماقوا عليها. شوف شحال زوينه هاد الطاره ديال اللي كاري شي معزول هنايا والكالمو من داك الجبال مولا حطها للبيع زعما كون كانوا فلوس كون خديتها ولكن 22 مليون بزاف. الزقبيلة تكيت شوية عشان ما كانتش مسخونة تكيت واحد 15 دقيقة ونداو درت الماكلة الدجاجة كما قلت لكم النخالة وهاديك التشيشة رقيقة البصلة الثومة شوية الزيت البلدية سالات الهريسة ملي نديرها لهم حيت مزيانة كتسخنهم باش يبيضو. سو دابا غادي نعطيو الفلاس ياكلو الدجاجة وحدة دخلت باش تبيض وحدة باقا برا هادشي ما كيبيضوش عندنا الدجاج برا كيجيو حتى لهذا الباب كيبقاو يغوتو كنحلو الباب وكيطلعو. ها قبيله صورت لها فيديو غادي نوريها لكم كيجيو قدام باب الدار ياك كيبقاو يغوتو الاخر مازال ما جاتش فات البيضه ندير هاد الشيء نفرج نسيي سامي نستش الباب على فرج لا 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 ما تخرجش السطح ما تخرجش السطح بيضة ديك الكرتونة سيا مبقاش كتاكل فادي ولات كتاكل فادي جيتي نسيا كتاكل فادي كنعقمها مزيان بجافيل والماء سخون قبل ما نخلط الدجاج فيها حيت ما عندي فاش نخلط بلاستيك والماء سخون ما كيتوافقوش الفلاس بارك عليهم باش ما يوسخوهاش نمشيو نعطيو دابا الفلاس الكحل الكروازين عندهم التوصيلة ديالهم الفوق هاد شي واحد الريحة بنينة يا صاحبي كتشهيك فهادشي بارك على الفليسات الكروازين كتعجبهم هاد الاكله هادي شفت الماكله ودرت بناقص من الولاده سيري تبغي هذا عاد يشف حيت بالك الدجاجة خرجت عند الفروج ناري لا 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 سير سير اللي صافي الفروج دابا حط له بيض عندي ريحة في نفس الروس بلاص غي شافها قالت كي غوت هو عجبك الفروج بوكوس وريحي ماشي دابا واقيلا واقيلا برادرز حتى لنا القلب في هذا الفروج هذا واقيلا شارف اش ملي كتبغي تمشي تشري شي حاجه كتعمى اصاحبي حتى كتوصل للدار عاد كيبان لك الاخر
داك التفر كان كيبان لي صغير ملي كنا في السوق، دابا كيبان لي كبير. ارونو واي المهم يدبر راسو غيسرح الدجاجات وصافي. انت اللي تاكل صاحبي لي شاكل تلقبني على شي بحال قبيله غادي نفرح. سير شاكل قبس كان حياته كامله ما عمرو داق هادشي كيكلو غير داك الشعير وداك الخبز كامل. انت البصله فريش الوراق ديال البصله والثومه والزيت البلدي والنخاله والاخر ابراهيم ابراهيم باب الامزغيه تشيش. دابا داك الطفل اللي خاصني ندخل نقلب في جوجل نشوف شحال يكون في العمر ديالو، حيت دابا هو عنده تقريبا سنتيم وداك سنتيم شحال تكون فيه. الجزر ديالي عندهم تقريبا دابا عام ولكن عاد كيبان لهم عاد كيخرج داك الراس ولكن ماشي بحال الذكر بحال نتوما. الذكر كيحتاج داك الطفل في المدابزات وداك الشيء سو خاص يكون عنده طويل الطفل يكون عنده طويل فهمتي باش الاخر. المهم برادرز هذا هو الفيديو ديال اليوم. الشمس سخونه شوف الانسان شكلها كراهو زين لاو. المهم تهلاو في راسكم تغدا شوف شنو غادي نصور حيت ما كنمشي فيديو كل نهار كيخصوني افكار. يلاه تهلاو نشوفكم على خير. باي باي.